أهلا بكم. تم تداول الفيديو في اللحظات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لغرق عبد الله حسن يوسف في قرية بدر بالساحل الشمالي، وذلك لتعرضه لأسفيكسيا الغرق، وده بيكون نتيجة دخول الماء في الجهاز التنفسي، وتم نقله لمستشفى العالمين الجديدة. وضع جثمانه في تلاجة المستشفى لحين استلامه. وعبد الله هو الابن الأصغر والمدلل للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي. والفنان حسن يوسف عنده من الأبناء 4 أبناء، ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله هو الأصغر. عبد الله درس الطيران في أوكرانيا ودرس الإعلام في جامعة بيروت بلبنان. نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وزوجه الصبر والسلوان.